هذا شكل كيلون من الخارج زي اللي موجود تقريبا في الفنادق، ينفتح بكرت وله مفتاح احتياط خلف الغطاء هذا. وهذه التوصيلات الكهربائية، طبعا هذا ما يحتاج تأسيس كهرباء مسبق لأنه يشتغل بالبطاريات. وهذا كمان الشكل الداخلي له قفل يدوي هنا. باقي عندنا نجرب هذا الجهاز وكيف نبرمج الكرت. الكمباك والكمباك بالله ما زعلون مني، أمس ما قلت لكم برب وانشغلت في نومة ولا أحلى. فخلونا نستكمل الموضوع اللي بدأنا. أولا أنا عارف الموضوع هذا ما يهم ناس كثيرين لأنه الكوالين هذه تركب في الفنادق، ولكن ما فيها شيء الواحد ممكن يركبه في بيته ويستخدم الكروت ويبرمج، ويعني شغلها دلع. لكن الشرح في هذا الموضوع جدا شحيح وصعب جدا، أتوقع في ناس دوروا له فأبى أنزله باليوتيوب. لنفترض أنت اشتريت مجموعة من الكوالين هذه وتبغى تبرمج عليها كروت باستخدام الجهاز هذا والبرنامج اللي يجي مع الجهاز. في البداية لما تثبت البرنامج في خطوات التثبيت يطلب منك عدد الكوالين أو الأبواب أو الغرف ويضيفها لك بأرقام أو أنت تسميها على مزاجك. عندنا الكروت هذه ما فيها ولا كرت يفتح الباب هذا، فنبغى نبرمج الكرت على الكيلون هذا، ولنفترض أن هذا الباب يكون 106 أو 107. طبعا برامج الكوالين والبرمجة تقريبا تكون نفسها، أحيانا يختلف الشكل لكن الطريقة تكون نفسها والمسميات تبقى نفسها. الآن نبغى نثبت كود للكيلون هذا في البرنامج بحيث كل ما نبغى نفك الكيلون هذا نحط الكرت هنا وندخل الكود ويصير يفتح لنا الكيلون. نسوي الثلاث خطوات هذه: اثرايز كارد، اثنين انستليشن كارد، ثلاثة كلوك كارد. بعد ما تحط الكرت على الجهاز تروح على الاثرايز أول خطوة وتكتب اسمك، تضغط ميك كارد، بعدين تشيل الكرت تحطه على الباب، خلاص ترجعه مرة ثانية تروح الخطوة الثانية. الخطوة الثانية تحدد رقم الغرفة اللي تبغى يفتحها، احنا قلنا 107، هذه 107، ونسوي ميك كارد، خلاص بعدين تحطه كمان على الباب وترجعه مرة ثانية وتروح على الخطوة الأخيرة وتكتب نفس الاسم وتسوي ميك كارد، خلاص آخر خطوة تحطها على الباب. طيب بعد ما خلصنا ثلاث خطوات هل الكرت يفتح؟ لا لسه ما يفتح، احنا اللي سويناه دخلنا الكود من الجهاز على الكيلون. دحين ناخذ الكود من الجهاز ونحطه في الكرت ويصير يفتح لنا، يصير في تطابق. الآن بالشكل هذا صار الوضع زي الفنادق، هذه كلها الغرف ما هي مسكونة، جاء ضيف تبغى تسكنه في الغرفة اللي سويناها دحين 107، تضغط على غرفة 107 وتحط الكرت على الجهاز وتضغط ميك كارد، خلاص صار الجهاز الكرت هذا يفتح. فتح زي ما انتم شايفين غرفة 107 كأن واحد ساكن فيها وعنده كرت، طبعا محدد له عدد الأيام متى يفصل معاه الكرت. البرنامج هذا واجهته في خيارات كثيرة جدا، تقدر تسوي ماستر كي لجميع الكوالين، تقدر تسوي كرت يفتح القفل هذا أو لا بس يفتح الباب. البرنامج معاه مانوال في شرح لجميع الخيارات اللي فيه، لكن المشكلة وين كانت؟ المشكلة في كيف تسوي أساين للكود وتحطه في الكيلون هذا. ما